وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من تونس نبيل الربحي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد نبيل. إذن كيف هي صورة الاستعدادات الآن سواء رسميا أو حزبيا قبل أسبوع على الاقتراع؟ مساء النور لك ولكافة مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية، وتحية إجلال وأكبر إلى كافة شهداء القضية الفلسطينية من سنة 1948 إلى يومنا هذا، والتي ما زالت تستمر المجزرة وما زالت تستمر هذه المظلمة التاريخية. بالنسبة للانتخابات التونسية، نحن نعلم أن الدور الأول كان معناتها إقبالا ضعيف نظرا لعدة عوامل، منها أن تونس شهدت زخما انتخابيا من سنة 2011 بما فيها انتخابات 2011 التشريعية ثم انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية على دورتين، ثم كانت هناك انتخابات بلدية في سنة 2018، ثم كانت هناك انتخابات تشريعية على دورة واحدة في سنة 2019، وانتخابات رئاسي على دورتين في 2019، ثم كان هناك أيضا استفتاء في 25 يونيو 2022. يعني كل هذا الزخم الانتخابي مع الأسف لم يقابله تحسن ملحوظ في الحياة اليومية للتونسي، وهو ما فسر نسبة العزوف على الانتخابية ناهيك. وأن أيضا لابد أن لا ننسى أن هناك ترذيل للمشهد السياسي طيلة 10 سنوات، وترذيلا للمشهد البرلماني خاصة، بما أنه بعض الذين يلومون على الأستاذ قيس سعيد أن هناك المعارضين له، لكن هذا غير صحيح، بما أن نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت بحوالي أكثر من 2.8 مليون ناخب، لكن بالنسبة للانتخابات التشريعية يبدو أن الجميع أصابهم الأحباط من التغيير السياسي والتغيير الفعلي الحقيقي في حياته اليومية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ربما فشل حكومي، وهناك أيضا غياب، وهذا شيء إيجابي، غياب المال السياسي الفاسد. ونحن نعلم أن الانتخابات 2014 و2019 وحتى 2011 اتسمت بالمال السياسي الفاسد، والذي أعتبره تزوير لإرادة الناخب، بما أنك تستطيع أن تشتري ناخب ببعض المواد الغذائية، وهذا يعتبر تزوير في حد ذاته. اليوم أعتقد أنها انتخابات نظيفة، انتخابات شفافة، انتخابات نزاهة، صحيح تكون على الأفراد، يعني الولاء سيكون الولاء للوطن فقط وليس الولاء للأحزاب. فبعض الأحزاب سابقا كان الولاء لرئيس الحزب الذي كان يعين من يكون رئيسا للقائمة، ثم أن الانتخابات على القائمات هي أيضا الحد من حرية الاختيار، وهي ليست ديمقراطية، بما أنك مجبر على وضع قائمة كاملة بدون بغثها وبسمينها وبفسادها وبصلاحها، وهذا يعتبر ضرب للديمقراطية. اليوم الانتخابات ستكون الأفراد، الداخلية اتخذت كل التدابير اللازمة بما فيها تفكيك بعض المخربين أو شبكة أسر، معناتها صدور بيان يوم أمس من وزارة الداخلية، هناك من يريد معناتها إفساد هذا العرس الانتخابي بضخ بعض المال الفاسد حتى يثيرون البلبلة في بعض المناطق الشعبية في تونس وإثارة البلبلة. كل هذا أعتقد أن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لمواجهة هؤلاء المخربين وهذه العصابة التي تعتبر عصابة، والتي نعم. من فتح فيها تحقيق منذ شهر 11/2022. اليوم أيضا الهيئة المعلية المستقلة للانتخابات يبدو أنها قامت بمجهود إضافي بالنسبة للدور الأول، وأعتقد أن نسبة المشاركة ستكون محترمة. المهم في كل هذا كما تفضلت سيدتي هو احترام خارج الطريق الذي رسمها الأستاذ قيس سعيد منذ أواخر 2021، نعم. بما فيها الاستفتاء، بما فيها الاستفتاء على الدستور، بما فيها الانتخابات. مفهوم مفهوم أستاذ نبيل، ولكن يعني أستاذ نبيل هل لهذا حضر طبعا الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات إفشال الدور الثاني من الانتخابات، ولكن هل لدى المعارضة مشروع سياسي آخر أم فقط يريدون إضعاف مشروع الرئيس قيس سعيد؟ المعارضة التونسية توهم نفسها أن نسبة العزوف على الانتخابات هي نسبة المعارضين لقيس سعيد، وهذا غير صحيح طبعا، بما أنه من 2014 ظهر قرابة 3 ملايين إلى صندوق الاقتراع، و2018 أيضا في البلدية ذهب
2.4 مليون ناخب، 2019 ذهب 3 مليون ناخب للانتخابات التشريعية، في الاستفتاء في 2022 ذهب قرابة 2.8 مليون ناخب، يعني العزوف كان فقط على الانتخابات التشريعية، والمعارضة تريد التسويق على أن نسبة 90% هي نسبة معارضة الرئيس قيس سعيد، وهذا خطأ. فالمعارضة رحضناها في الشارع، انتهى عمقها الشعبي، لم تعد هناك معارضة حقيقية شعبية في الشارع، هناك كانت ربما بعض الظواهر الصوتية، واليوم تحولت ربما إلى حتى ظواهر إعلامية فقط، يعني ليس هناك بديل، ليس هناك تحالفات واضحة، لا يستطيعون أن يوحدوا جهودهم، فقد كان همهم الوحيد هو الزعامتية والأنا، الأنا المفرطة والأنا المتضخمة، والكل يغني على ليلها بالمعارضة، وكل يريد التوحيد لكن خلفه. اليوم المعارضة لا تستطيع أن تقدم مشروعا بديل لمشروع 25 يوليو 2021، بل بالعكس، بعد هناك تصريح للأمين العام للتيار الديمقراطي سابقا وهو غازي الشواشي عندما قال حتى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تقدم بها والتي لا تنفتح بالنسبة إليه على الأحزاب الديمقراطية هي معناتها تحمل في أحشائها بوادر الفشل. ثم أن هذه المبادرة لا تنفتح على الأحزاب طبعا، والمعارضة لا تستطيع أن توحد جهودها. نعم نعم، شكرا جزيلا لك. إذن كنت معنا من تونس على الهواء مباشرة السيد نبيل الربحي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.